أغلق الباب بالنسبة إلى عملية الانتخاب الساعة 10 بالضبط، وحتى ذلك الوقت كان عدد العضويات من الصبح طبعا اللي يحق لها التصويت هو 32,736 اللي يحق لهم التصويت. عدد العضويات التي يحق لها عدد أصواتهم اللي يحق لهم التصويت كان السيارس، ولكن عدد الأصوات التابعة لهم هو 289,670، أي اللي الماكسيموم الأصوات اللي ممكن أن يحوزون عليها. مجموع عدد الأشخاص اللي حضروا الانتخابات كأشخاص 1,346 شخص شاركوا في العملية الانتخابية، 1,346. عدد الأعضاء members CRs سجلات اللي حضرت 3,121 سجل. مجموع أصوات الجماعة اللي حضروا الانتخاب 87,620. فنسبة الأعضاء